الاحترام للحضور واؤكد التالي من خلال طرحي لن اذهب لتحقيق الهدف الرئيس لهذا الاجتماع ان وسط البلد منطقه منكوبه ليس بتاريخها ولا منكوبه بعمرانها، وانما التجار الحاضرين في داخل وسط البلد منكوبين، وبدها اجراءات ليس اجراءات عامه بمعنى تسهيل بنوك وخلافه. في عنا تجار متوسطين، تجار صغار بدهم معالجات سريعه وطارئه، هذا الاساس. ثانيا، عشان احكي بنقاط، الجانب الثاني، اللجنة المشكلة، المكتب الذي تم تكليفه من الحكومة كنائب، أعد دستور تماما، أسجل تحفظي الكامل على هذه المنهجية. لماذا؟ لأن بالأردن في دولة وفي مؤسسات ونقابة المهندسين وتحت مظلتها في هيئة المكاتب الهندسية، وتتعاون مع المنتدى الهندسي اللي بيضم أكبر شركات الدراسات في الأردن. هنا يجب أن يكون العمل مؤسسي، ولا أطعن بالمكتب الذي جرى التعاقد معه، إنما الأمر يحتاج إلى نقابة المهندسين والمنتدى بعد ذلك وهيئة المكاتب، لأننا بصدد جواب على السؤال الآتي. أنا أعي تماما ما تفضل فيه معالي الأمين حول موضوع الهطول المطري وخلافه، والقصة ليست فقط العبارة، ولا أقلل من ذلك. نحن نتحدث عن عبارة طولها 10 كيلو متر تاريخيا، بدأت بال 62، بلشت 200 متر وهلما إلى أن وصلنا لرأس العين. لكن من 10 سنوات في قرار أخذ بالتوسع تجاه وادي عبدون وتحويل المنطقة وتبليط كل المنطقة، الآن بنتحدث عن شارع قريش يجمع مطرا من نزال، من مرج الحمام. يجمع مطرا من كل عمان كامل، كاتشمنت اريا. هذه بدها ان نعيد السؤال، كيف جرى التعامل مع المطر وهو يندفع بسرعه؟ ولذلك ليس فقط الان، اذا بقيت الامور، وحتى لو نظفنا من وجهه نظري، واحتفظ لاحقا بالتقييم لما ينطرح الموضوع الفني، حتى لو نظفنا العباره بالطريقه الموجوده، الاندفاع السريع على المساحات السطحيه سيعيد المشكل كما حصل او اقل من ذلك. لكن هنا على الحكومه، اما دور مجلس النواب، اللجنه هنا الكتاب واضح، معالي وزير الصناعه والتجاره، تشكيل لجنة برئاسة محافظ في وزارة الداخلية وعضوية مندوبين من الجهات المختلفة. مجلس النواب في لجنة الإدارة للنقل، وهي تراقب عمل هذه اللجنة، تراقب عمل هذه اللجنة، وتكون إحنا السلطة، لا نكون عضوا بهذه اللجنة، لا نكون، نراقب عملها. لا بل الآن السؤال أطرحه من خلال سعادة الرئيس إلى الحكومة، علينا أن نبدأ بطرح سؤال طوارئ الآن في البلد، هذا وسط البلد، وكيف نجيب إلى المستقبل. ولذلك أنا أرجو على اللجان وعلى المجلس أن يلزم الحكومة، أن يلزم الحكومة أولا بتدقيق حقيقي وقرار شفاف بموضوعة العبارة بداخلها، والعبارة بمرحلتين، المرحلة الأولى التاريخية 10 كيلو والامتداد اللاحق، والعمل في الرقابة والدراسة الفنية، أن يجري تكليف نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وتحتها المكاتب الاستشارية لتكون جوابا وطنيا، لنبتعد عن أي شكوك أو همزا أو لمزا من هنا أو من هناك. هذه كلام مهم جدا. لكن قبل كل ذلك، ماذا نقول للتجار اللي بدهم يرجعوا وتضرروا في وسط عمان؟ القصة صح في صندوق أضرار في الزراعة، لكن هنا يحتاج إلى قرار. الحكومة دائما بتأخذ قرارات جريئة في تعويضات، من باب أولى في شارع قريش أن نأخذ قرارا، ومجلس النواب يكون بهذه الصورة بالتعويض المباشر، خاصة على صغار التجار ومتوسطيهم. وأختم بالقول التحية للمعتصمين من أهلنا من محافظات الأردن، بمعزل عن النقاش، اللي موجودين كانوا بالمحطة واللي هبوا لنجدة الناس
وتصدوا في موضوعة إنقاذ الناس في موضوعة الأمطار، الشباب الواقفين عاطلين على العمل، لكن بالمقابل في ملاحظة من خلال الرئاسة أطرحها وأحطها في ذا في أذن صديقنا ممثل الدفاع المدني. أنا تابعت القضية في مستشفى فيليدلفيا وعندي سيارات، ولما فاضت المياه على المستشفى والأبنية المجاورة وتم الحديث مع شركة الكهرباء وقطعت الكهرباء، وحضر الدفاع المدني وحضرت شركة الكهرباء، وكان السؤال لساعات عديدة طب بدنا نشفط المي، ولا جهة من التي حضرت كما فهمت، وأرجو أن أكون مخطئا بالمعلومة اللي وصلتني، ولا جهة من التي حضرت كان معها مضخة لسحب المي من العمارات، وبنعرف ذلك. وأحمد الله زي ما حكى أستاذنا خليل إنه في وسط البلد في بنوك، في وسط البلد في عمارات كبرى فيها سب ستيشن كهرباء أكثر من محطة، لو لا سمح الله حصل خطر اللي أنقذ بلدنا من كارثة ممكن تكون. شكرا لكم.